السفير الفلسطيني: المملكة دعمت القضية الفلسطينية في المحافل المحلية والدولية. نائب وزير الحج يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج. توقعات الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة. وزير البلديات يوقع عقودا ب186 مليون ريال لمشروعات في حائل. رسميا: العدل تغلق أقدم محكمة في الحدود الشمالية عمرها 64 عاما. التأمينات تطلق حملة تأكد من أجرك لا ينقص تعويضك. 190 زيارة تفتيشية على محلات الذهب بأسواق مكة تسجل عشرات المخالفات. نادي الطلبة السعودي في اليابان يحتفل باليوم العالمي للغة العربية. متحدث تعليم الرياض: إيداع مكافآت معلم الفصل الصيفي قريبا. بعد سقوط أجزاء من سقفها، إغلاق مدرسة بنات بأضم وفصل الكهرباء عنها.